ما شاء الله تبارك الله، شلونك علي؟ هذه الجهنميات التايلندية ما شاء الله تبارك الله، شفت شلون نظامه؟ تجي أشكال وألوان، شوفوا هذه الفطر اسمه، شوفوا سماكته وشوفوا حجمه، تحط بالمنازل روعة الروعة، ما شاء الله أحجام على 8 إنش، 6 إنش، 5 إنش، على شكل فطر وعلى أشكال. تجي طبعا أحجام منه، شوفوا هذه الجهنمية التايلندية 4 ألوان 3 ألوان. طبعا أول ما جت ما فيها ورق مطلقا، كانت مرة عودان، ولله الحمد الآن خضرت وبدت بالتزهير. إن شاء الله تعالى بعد 2 أسبوع 3 أسابيع شهر بالكثير تشوفون الموقع هذا كله زهرة واحدة بإذن المولى عز وجل. يتم تقليمه الآن، هذا كله يتم تقليمه ويجهز بإذن الله تعالى للبيع. ما أشكال تجي على أشكال هرمية زي هذه، شوفوا هذه شاء تعالى بعد شهر كله تلقونها زهرة واحدة بإذن الله. أشكال على بالأحجام، كل الأحجام موجودة على شكل طبقات، شوفوا شلون، طبعا كلها موجودة بالمشتل على شكل كور. هذه شوفوا مثل هذه، أول ما جاءت مثل هذه، الآن ما شاء الله تبارك الله كله بدت بالتخضير. أوريكم الطبقات هذه، تعال يا عبد القيوم، ما شاء الله هذه على شكل طبقات، يعني هذا طبق هذا طبق هذا طبق على شكل عدة طبقات، شفتوا شلون شكله؟ هذه روعة روعة، فكرتها روعة الروعة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. هذه بضاعة الفواكه الاستوائية، وصلت لله الحمد بأنواعه، كنا ننتظر السدر الصيني أو التايلندي بأنواعه، الحمد لله الآن وصل. طبعا أول ما يصل زي كذا أوراقه تعبانة ومتنثرة، نقل شهر كامل بس طال كنتينر، بعدين نحطه مثل جهنمية ذيك، نحطه لمدة 2 أسبوع 3 أسابيع مع العناصر، خلاص يرجع طبيعي ويورق من جديد، الله يطرح البركة. الحين أوريكم بعض الأنواع، ما شاء الله تبارك الله، أحجام روعة الروعة. ستار فروت، جاك فروت، شوفوا ستار فروت كيف الأحجام، والله كانت حلم عندي أنا أني أحصل، شوفوا فاكهة ستار فروت، كانت حلم عندي أني أحصل هالأحجام، اللهم لك الحمد. الآن بنقصره ونضبطه ونرتبه بعدين نحطه كله مراكن ونشتغل عليها، الآن زي ما بدينا هناك، الله يطرح البركة، الله يطرح البركة. هذه كلها فواكه استوائية، كلها فواكه استوائية. طبعا الفواكه استوائية الآن ما نقدر نبيع منها ولا نطلعها من عندنا لمين نصنفه، يطلع الورق من جديد، نعطي عناصر تقاوم فترة النقل اللي جاه والأزمة اللي جتها خلال هالشهر وهي بالكنتينر. الشحن من تايلاند استغرق من 25 يوم إلى شهر، ووافقت العيد وزودوا لنا 3 أيام، قعدت شهر تقريبا بالبضاعة، لكن الحمد لله يعني تأثر بسيط جدا، سقوط تساقط الأوراق ويرجع الأوراق كلها جديدة. حريصنا على السدر التايلندي هذا إن شاء الله تعالى بإذن. هذا طبعا نوعين، جايبنا التفاح الكبير وجايبن نوع ثاني تايلندي صغير بس إنه لذيذ جدا. هذه كلها الله يوفق. طبعا ما رايح يتم البيع، لا أحد يقول لي أباخذها الحين، ترى ما يتم البيع به إلا بعد شهر من الآن، لا منه استجد الورق وزان وتعدل، بعدين إن شاء الله تعالى نبدأ نبيع به بإذن الله تعالى، عشان ما يأخذ الزبون إلا شيء ناجح بحول الله تعالى. طبعا الفواكه اللي عندنا موجودة هذه كلها مطعمة، من ستار فروت إلى الجاك فروت، كل شيء مطعم، لأنه لو ما طعم يكون الصنف رندي، لا مختارين حنا طعم يكون من أجود الطعوم، سواء السدر ولا الجاك فروت ولا ستار فروت ولا كل شيء مطعم.